الكرام، ينضم إلينا الآن مباشرة النائب عن إتيلا في دولة القانون عبد السلام المالكي، مرحبا بك. يعني بداية، كيف تصف اجتماع قادة الصف الأول في الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني والنتائج التي خرج بها البيان الختامي للاجتماع؟ السلام عليكم وعلى جميع مشاهديكم. بالتأكيد اليوم يعني أنه موضوع التشاور بين الكتل السياسية نعم. لبلورة مجموعة أفكار نحاول من خلالها تجسيد موضوع الإصلاح الذي طالبت به سواء المرجعية أو أبناء الشعب العراقي. حقيقة الأمر هذه الاجتماعات هي اجتماعات تشاورية بين التحالف الوطني، باعتبار أنه التحالف الوطني هو الكتلة النيابية الأكبر داخل مجلس النواب نعم. والتي يعتمدها السيد العبادي في حال تغيير كابينته الوزارية نعم. لكن الاختلاف في اجتماع يوم أمس في وجهات النظر لن يتوصلوا إلى حلول يعني مطلوبة من أجل بلورة هذه الأفكار في موضوع سواء أنه موضوع الإصلاحات أو موضوع التشاور على تشكيل الحكومة القادمة، على الرغم من أنه اليوم مجلس النواب بعض الكتل السياسية هي من الداعمين لموضوع مشروع الإصلاح، لكن هذا الأمر أعتقد تأخر كثيرا بسبب أنه السيد العبادي لن يحصل على توافق بين الكتل السياسية على مشروع الإصلاح نعم. ولذلك اليوم يعني هذه المفاوضات تجري ليس فقط مع التحالف الوطني وإنما تجري مع كتل سياسية أخرى، سواء أنه التحالف الكردستاني أو سواء متحدون أو كذلك الكتل السياسية الأخرى الموجودة في العملية السياسية. أعتقد اليوم مطالب الشعب العراقي واضحة ومطالب المرجعية واضحة، والحكومة أصبحت أمام يعني أحد الخيارين لا ثالث لهم، أو تنطلق بمشروع الإصلاح الشامل اللي أنه طالب به الشعب العراقي، أو أنه الحكومة السيد العبادي يعمل توافق ما بين الكتل السياسية. هذه الكتل السياسية ستلزم السيد العبادي نعم. بأنه الكتل السياسية هي من تختار حكومته، وبالتالي هذا المشروع سيكون فاشل أمام مجلس النواب، باعتبار أنه الكابينة ستكون كابينة حزبية أو كابينة سياسية أكثر مما هي كابينة تكنوقراط أو كابينة وزارية مهنية، اللي هي اليوم يطالب بها كل الشعب العراقي بأن تكون الحكومة حكومة تقرقناط، حكومة مهنية، حكومة قادرة على إدارة أعمالها، ولا نذهب باتجاه الحكومة المحاصصة أو الحكومات السياسية اللي شكلت واللي انفرضت على رؤساء الحكومات السابقة، واللي شفنا من عدها يعني طيلة ذات الفترة أنه وزراء فاشلين وفاسدين ولم يستطيعوا القيام بأعمالهم. ولذلك أنه اليوم كل مشاريع الفشل والفساد التي أصبحت طيلة تلك الفترة هي لوزراء فاشلين حاولت بعض الكتل السياسية أو بعض الأطراف السياسية التغطية على فسادهم وفشلهم، وبالتالي يعني جعل المال العراقي وجعل أبناء الشعب العراقي يعانون من ما قاموا به. احنا طبعا بصدد يعني تفعيل الدور، سواء الدور الرقابي أو الدور التشريعي، وكذلك أنه اليوم أكو جهات رقابية سواء ديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة، دائرة المفتش العام، لكن اليوم المسؤولية الكبرى تقع على مجلس النواب، باعتبار مجلس النواب هو الجهة العليا المسؤولة على محاربة الفساد. ولذلك نرى أنه في هذا الجانب فشلت المؤسسة التشريعية في موضوع يعني تفعيل دور المراقبة، باعتبار أنه اليوم الكتل السياسية تحاول هذه الكتلة أن تغطي على وزيرها، والكتلة الأخرى أيضا تغطي على وزيرها، وبالتالي أصبح المال العام عرضة للنهب، أو أنه أصبح العمل الإداري عمل فاشل لبعض الوزراء، لأنه هذه الكتل السياسية أو هذه الأحزاب السياسية جاءت بوزراء هم ليس مهنيين وغير قادرين على إدارة ملف وزاراتهم، باعتبار أنه طبيب يتولى على ملف وزارة التجارة، أو أنه محامي يتولى على ملف وزارة الزراعة، وهذا غير مقبول. إذا لم يكن ينطلق هذا المهندس أو الوزير من منطلق أنه وزير قادر على إدارة ملفه، باعتبار اشتغل بهذا المجال أو اشتغل بهذا الجانب حتى يقدر أن ينجح وزارته. اليوم السيد العبادي يبحث عن هذا، لكن أنه نرى كتل سياسية تضع العراقيل
في طريق السيد العبادي وتشكيل حكومته. أنا أقول أنه أمام الشعب العراقي اليوم إحنا الكابينة الوزارية الحالية هي ليست كابينة الحزب الفلاني أو الجهة الفلانية أو المكون الفلاني، وإنما هي كابينة السيد العبادي، وزارة أو حكومة السيد العبادي. لذلك على السيد العبادي أن يتماشى مع مشروع الإصلاح اللي يطالب بأبناء الشعب العراقي، وأن يفرض هذا مشروع الإصلاح على الكتل السياسية حتى ننطلق بمشروع إصلاح حقيقي قادر على تغيير ما وصل للبلد من فساد ودمار وتحطيم للبنى التحتية. ويعني حتى أنه اليوم الدول الأخرى نراها لديها أذرع وأجندات داخل العراق تحرك بعض الأطراف السياسية من أجل إعاقة العملية السياسية وفشل المسؤول الفلاني أو المسؤول الفلاني، وهذه مبنية على إرادات دولية تحاول أن تحرك أذرعها داخل المشهد السياسي العراقي. إضافة إلى اليوم أخذ الدواعش مأخذا كبيرا، وبالتالي أعتقد على الكتل السياسية أن لا تضع العراقيل في وجه تشكيلة الحكومة القادمة للسيد العبادي، لأنه نعم. اليوم احنا في معركة كبيرة ومعركة لمحاربة الدواعش ولمقاتلة الدواعش حتى لا يكون هنالك خلل أمني في وضع العراق. أستاذ عبد السلام، يعني تفهمت من حديثك أن اجتماع التحالف الوطني لم يتوصل إلى النتائج المرجوة منه على مستوى الدولة والقانون والتحالف بشكل عام. هو بالتأكيد يعني أنه اجتماع يوم أمس هو لم يتمخض عنه نتائج كنا نبحث عنها سواء نحن كتحالف وطني أو كدولة قانون، باعتبار أنه اليوم السيد العبادي جاء من رحم التحالف الوطني. نعم. وبالتالي عندما ينطلق في أي مشروع إصلاحي يجب أن يدعمه التحالف الوطني، والتحالف الوطني مبني على مكونات، هذه المكونات هي يعني البناء الحقيقي أعتقد أقدر أقول سواء للدولة العراقية أو لمجلس النواب، باعتبار أنه هي اليوم الكتلة البرلمانية الأكبر التحالف الوطني داخل مجلس النواب، وهي القادرة سواء على تمرير الحكومة أو تمرير القوانين أو المشاريع أو دعم الحكومة. لكن أنه السيد الصدر في اجتماع ليلة أمس أراد أن يكون هنالك يعني تغيير شامل. نعم. هذا ما طلب من السيد العبادي، إضافة إلى أنه طلب من السيد العبادي أن يتنازل عن موضوع انتمائه لحزب الدعوة باعتبار هو من حزب الدعوة، حتى تكون الوزارة من هرم السلطة اللي هو السيد العبادي إلى أقل وزير بها هي حكومة غير حزبية، وحتى لا يأثر القرار الحزبي أو القرار السياسي على رئيس الحكومة أو على أي وزير كان. نعم. وبالتالي أعتقد أنه الاجتماع لم يتوصل إلى نتائج ملحوظة، وبالتالي أعتقد سيكون هنالك اجتماع آخر للتحالف الوطني في الأسبوع القادم، لأنه الأحداث تتسارع والوضع لا يحتمل التأخير، وهنالك مظاهرات وهنالك مطالبات. واليوم التحالف الوطني لحد الآن لم يتفق على صيغة، اليوم التحالف الوطني مختلف بالرأي ومنقسم على نفسه، لكن أنه إحنا لازلنا نقول أنه أكو تحالف وطني، لأنه وجود التحالف الوطني، التحالف الوطني نعم اليوم إحنا نقدر نشبه التحالف الوطني بالمؤسسة المريضة لكنها غير ميتة. نعم. أقدر أشبه التحالف الوطني اليوم بالمؤسسة المريضة لكنها غير ميتة، وبالتالي على التحالف الوطني إعطاء جرعة حقيقية حية لتغيير الواقع الحالي، باعتبار التحالف الوطني هو القوة السياسية الكبرى. نعم. القادرة يعني عذرا للمقاطعة، هناك بعض الكتل تعلن تأييدها للإصلاحات الحكومية لكنها تشترط تمثيلها في الحكومة الجديدة، كيف ترى هذا الموقف؟ يعني هو اليوم يعني تعرف التكوين الحالي لمجلس النواب هو مكون من مكونات، هذه المكونات جاءت وفق آلية الانتخاب الحر لأبناء الشعب العراقي، وبالتالي نعم. هذه الكتل السياسية الكبرى المتمثلة في مجلس النواب لا يمكن يعني تجاوزها، باعتبار اليوم أنه إحنا حكومة توافق اللي شكلت حكومة سابقة هي حكومة محاصصة، الآن احنا نبحث عن حكومة توافق، لكن من هو معني بالحكومة وبتشكيلها؟ هو السيد العبادي،
وبالتالي انه لا يمكن يعني إدارة الظهر للكتل السياسية بقدر ما انه يجب ان يكون يتوافق معهم في الرأي في الحكومة القادمة. التوافق في الرأي وليس التوافق في الشخوص، التوافق بالرأي انه سيرشح الناس المعنيين المهنيين الإداريين التكنولوجات القادرين على إدارة ملف الحكومة ويتوافق عليها الجميع. والسيد العبادي يبحث عن هذا المشروع بشرط ان لا يغيب مكون او لا يغيب أي طرف سياسي متمثل بالعملية السياسية، سواء المكون أو أنه الأطراف السياسية الموجودة ضمن التشكيلة الحالية سواء للبرلمان أو للحكومة. لكن هذا الأمر هو شكل لجنة عليا. اليوم أكو بعض الأطراف السياسية لديها مخاوف بأن هذه اللجنة العليا ستأخذ برنامجا غير معلوم، باعتبار أنه اللجنة العليا لا أحد يعرف عنها شيئا. من هي اللجنة العليا؟ هل هي من مدرسين، أساتذة، جامعيين، مهنيين، تقنقراط، مدرسين، وزراء سابقين؟ هذا كله غير معلوم للكتل السياسية. هذه اللجنة العليا هي من تتفاوض مع السيد العبادي من أجل يعني وضع أسماء التشكيلة الحكومة القادمة، لكن بشرط أن تكون هذه الأسماء معلومة من قبل الكتل السياسية حتى يحصل التوافق عليها داخل مجلس النواب من أجل تمريرها أو التوافق عليها أو منحها الثقة عندما تعرض ورقتها من قبل السيد رئيس الوزراء. أو أستاذ عبد السلام، يعني كيف يمكن لرئيس الوزراء حيدر العبادي المضي بمشروعه الإصلاحي في ظل ارتفاع سقف مطالب الكتل؟ هي اليوم كل الكتل السياسية لا زالت تبحث عن أن يكون لها يعني وجود داخل تشكيلة الحكومة الحالية، وهي تحاول أن ترفع سقف مطالبها سواء أنه بنسبة التمثيل أو بعدد الوزراء الموجودين اللي تفرضهم على حكومة العبادي القادمة في حال أن شملها التغيير. واعتقد هذا أنه موجود ومعمول بطيلة الفترة من السقوط من 2003 ولحد الآن، طيلة تشكيل الوزارات السابقة هذا الأمر موجود. لكن أنه يتم توافق بين الكتل السياسية على هذا الأمر من أجل أن تمر الكابينة الوزارية دون تهميش أي طرف كان، دون تهميش أي مكون كان، دون تهميش أي قوة سياسية موجودة ولها دور فاعل سواء في مجلس النواب أو في العملية السياسية. لكن اللي أحب أن أقوله، إحنا إذا أنه تفرض الإرادات ويصير لي أذرع، هذا تعتبر حكومة محاصصة باعتبار إحنا ما سوينا شيء. أما أنه على السيد العبادي أن يتوافق مع الكتل السياسية في أن يكون هنالك برنامج إصلاحي يعلن لهم واضح حتى يتوافقون عليه، ويقول هي حكومتي أنا المعني بها، أنا اللي أشكلها، وأنا ما راح أغيب أي طرف كان من هذه الحكومة، بقدر ما أنه يجب عليه أن لا يعني يكون يعني أنه مثلا يلبي أو دائما يكون يستمع أو يأخذ يعني بإرادات الكتل السياسية المفروضة اللي أنه أعتقد ما راح يتوصل بها إلى حلول حقيقية يحاول تشكيل حكومته القادمة. أما الشيء الأهم الآن، السيد العبادي من خلال اللجنة العليا أعتقد سيأتي بورقة الإصلاح للحكومة القادمة وبشكل شامل بدون أن يكون يعني تغيير جوهري، لأن هذه الكابينة الوزارية الحالية هي كابينة وزارية مرقعة باعتبار أنه الكابينة الوزارية شكلت على 33 وزارة، اليوم إحنا عندنا 22 وزارة. الكابينة الوزارية شكلت على وجود وزارات، اليوم قسم من هذه الوزارات تمدمجها مع وزارات أخرى، إضافة إحنا لدينا تحفظات وهنالك أيضا يعني ملفات على وزراء لأن عليهم شبهات فساد أو وزراء فاسدين. وبالتالي أعتقد هذه الحكومة هي أصبحت حكومة مرقعة، أعتقد أتمنى أو حكومة مهلهلة. أتمنى من السيد العبادي أن يشكل حكومة جديدة مبنية على أساس الكفاءة والمهنية بعيدا عن رأي التحاصص أو التحزب أو الرأي السياسي، قريبا إلى رأي التوافق حتى ينطلق بحكومة جديدة نقدر أن نسميها مثل المصطلح الدارج أنه هذه هي حكومة التقنقراط اللي يمكن أن تبني العملية السياسية بعد أن سئمنا من وزراء سابقين فاسدين ونهب لأموال وضياع لثروات البلد وتحطيم للبنى التحتية ووجود للدواعش، وبالتالي هذا سببه هو التدافع السياسي والخلافات السياسية وسبب الفساد الموجود سواء بالمؤسسة الأمنية أو بالمؤسسة الحكومية بالسلطة التنفيذية أو حتى بالمؤسسة التشريعية. إذن علينا مشروع
ننطلق بمشروع تصحيح. هذا مشروع التصحيح يجب أن ينطلق به السيد العبادي، لأن هو المعني بتشكيل حكومته، وهذا مشروع التصحيح يجب أن يبنى على محددات، نعم، ويبنى على مرتكزات، ويبنى على، نعم، منطلقات، وأن نبني عملية سياسية قادرة على تجاوز، نعم، الوضع الحالي، لأنه البلد بعد ما عاد يحتمل، نعم، هذا التدافع. النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، شكرا لانضمامك إلينا.